السلام عليكم. في كلمة ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الأخلاق والسير، وأعتقد لو أننا اعتمدناها لانتهت أكثر الخلافات التي قد اتسعت بيننا وبين إخواننا وأقربائنا. يقول ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير: اللقاء يذهب بالسخائم، ما في القلوب من الحسد والحقد، اللقاء يذهب بالسخائم، فكأن نظر العين للعين يصلح القلوب. هذه الكلمة أعتقد لو اعتمدناها لانتهت الخلافات. اليوم سوء فهم، خلاف وقع بينك وبين صديق أو بين قريب، أو كلام سيء بلغك عنه، اللقاء يحسم المشكلة. إما أنه فعلا أساء، فاللقاء يبين لك وجهة نظره واعتذاره، كما أن قد يكون الكلام المنقول كذب أو أنه سوء فهم منك، فهذا اللقاء يحسم الأمر وينهي القطيعة التي قد تتسع لسنوات. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالبخاري مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. جاء في سنة بداود قوله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه. فكلما ابتعدنا عن المواجهة والتثبت مما ينقل إلينا من إخواننا وأحبابنا، عصفت بنا ريح قيل وقال، فكان هذا أصل في أكثر الخلافات الموجودة اليوم. والمواجهة تعالج كثير من هذه المشاكل، حتى لو أنه أخطأ، حتى لو أنه أساء، واجه وأظهر عتابك. لذلك تقول العرب: ظاهر العتاب خير من باطن الحقد. أنك تعاتبه وتواجهه وتقابله وتنهي الخلاف من أول جلسة خير من أن تبطن الحقد ثم تدير ظهرك لهذه العلاقات الأخوية أو التي تربطك بأقربائك.